برحب بك يا كابتن ايمن، كل التحيه طبعا للكابتن ايمن شوقي، كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق سيراميكا كليوباترا في الجوله العاشره لدوري رابطه الانديه المصريه المحترفه. المباراه اللي هتقام على استاد القاهره الدولي وهتنطلق في تمام الساعه 7، واحده من المحطات الصعبه. وخليني يا كابتن ايمن في البدايه نقول ان مفيش مباراه سهله، كل مباراه الدوري مباراه صعبه جدا، لذلك احنا بنطالب لاعبيتنا ان شاء الله بالتركيز على مدار ال 90 دقيقة، واحدة من المحطات المهمة جدا، مباراة بيزيد من صعوبتها تعادل للنادي الأهلي في المباراة الأخيرة أمام فريق سموحة، وأيضا إن فريق سيراميكا على مدار اللقاءين الماضيين لم يستطع تحقيق الانتصار سواء بالتعادل السلبي أمام فريق الداخلية وتلقيه الهزيمة في اللقاء الأخير أمام فريق الاتحاد. مباراة صعبة جدا أمام واحد من المدربين المميزين جدا هو الكابتن أحمد سامي اللي دائما ما يجيد اللعب أمام النادي الأهلي، لكن خلينا نقول إن فريق النادي الأهلي النهاردة التركيز مطلوب، لعيبة النادي الأهلي مركزة تماما إنها تصالح جمهور النادي الاهلي بعد التعادل في المباراه الاخيره امام فريق سموحه. طبعا الفريق كان استأنف تدريباته على ملعب مختار التتش، طبعا مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي عقد محاضره مع اللاعبين للحديث عن كل الجوانب الخططيه والجوانب الفنيه، وتحدث عن الكثير من الامور الخاصه خاصه في التعادل الاخير امام فريق سموحه، ايجابيات وسلبيات هذه المباراه، طالب اللاعبين بضروره التركيز وعدم التفريط في اي نقطه خلال المباراه القادمه. لعيبه النادي الاهلي بمعنويات مختلفه بتجديد الدوافع، اللعيبه النهارده ان شاء الله مركزه انها ان شاء الله تسعد جمهور النادي الاهلي وتبقى بدايه انطلاق ان شاء الله، البدايه النهارده ان شاء الله من مباراه سيراميكا كليوباترا. خليني اقول لك ان الاتحاد المصري كان اعلن او لجنه الحكام اعلنت عن طاقم تحكيم لهذه المباراه قياده الكابتن ابراهيم نور الدين حكم الساحه، يعاونه هاني خيري ومحمد احمد لطفي والحكم الرابع احمد منصور، اثنين على تقنيه الفار خالد جمال الغندور ويوسف البساطي. طبعا يوم فريق النادي الاهلي النهارده اليوم المعتاد يا كابتن ايمن، تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3، المحاضره الفنيه المستر مارسيل كولر كانت في تمام الساعه 4:30. اللي احنا لامسينه وشايفينه وجود اللعيبه، اللعيبه عندها تركيز انها ان شاء الله، يعني مش هنقول انها تصالح جمهور النادي الاهلي، لا، اللعيبه ان شاء الله كلها مركزه النهارده انها تحقق نتيجه مرضيه ان شاء الله للجمهور النادي الاهلي، مرضيه للعيبه نفسهم، مرضيه للجهاز الفني، تبقى بدايه انطلاق الفريق النادي الاهلي ان شاء الله النهارده من تحقيق الانتصار على فريق سيراميكا واستكمال مشوار النادي الاهلي نحو الوصول الى درع الدوري وعوده من جديد ان شاء الله درع الدوري الى النادي الاهلي. دي كانت كل الكواليس، كل الاخبار من جديد، تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي.